سفر بيني عثمان كمل. حقي ما كان معه خبر بالمخدرات، حملت البضاعة بالشاحنة بالسر، هو فكرنا محملين ألياف. وبعدين خانقنا بسبب مشكلة بيناتنا، حقي آغا ضربني كف، حسيت بالإهانة، قمت حملت بشاحنته مخدرات وبعدين خبرت عنه. أساساً المخزن كان باسمه والكل كانوا يعرفوه له، وبعدين هربت. حقي آغا ما كان معه خبر بالمخدرات، كان مفكرنا محملين ألياف. طيب ولمين بعت المخدرات؟ لكارلو، واحد إيطالي عايش بالأوتيلات باسطنبول، كل يوم بأوتيل شكل وما عنده عنوان. القرار اكتبي بنتي. محمود حبيبي. حقي اختي حبيبتي. اه يا حبيبي اشتقت لك كثير. ايدالو عمو حبيبي يا روحي. الحمد لله على السلامة. تعال هون يا بطل. عمي الحمد لله على السلامة. تسلم. هنيكم بسلامته.
اثنين لقوا جريحة بالطريق مزبوط؟ مزبوط. شو اللي صار؟ كان في اثنين بالمطار، كيف بدي اقول لك؟ مطقمين وهيك. سألتهم عن عنوان، قالوا لي نحن رايحين، تعالي معنا منوصلك. بعدين فجأة طلعوا برات البلد، ولما بلشت صرخ قوصوني وزدتوني. وبعدين؟ بعدين لقوني هدول. ماشي، منرد منرجع لناخد إفادتك. عليك العافية. شكرا. كيفك؟ ماشي الحال. طالعوا لحقي آغا اليوم، ماما زينو بتسلم عليك وقال رح يجوا بأقرب وقت ليشوفوك. فضل شمس لقينا عثمان، بعدين رجع آغا دخل على الخط وما لقينا غير عثمان حاكي كل شيء. كيف شمس؟ بالمشفى ليلى معه. يلا بقى فريد وشك. كأنه في شي مضايقك عمو؟ في رجا آغا، كنت بكرهه أكتر من زنوبي وهلأ هو اللي خلصني. قليل ما حكينا على الزلمة. رجا مو رجا اللي بتعرفه، اترك الاعتذار على جنب، بس إذا بتشكره بيكون أحسن. كيف بدي أشكره أختي؟ بأي وش؟ جيمو شو يا حلو، انت شو اخبارك؟ يا سلام يا سلام، الظاهر رح نرجع نشرب. عم تدوروا على حجي مشان تشربوا. مصطفى على الخط اغا. الو اغا، انا مصطفى اخوها الحارسه. تذكرتني؟ شو في؟ قبل شوي اتصلت اختي، بنتك زليخة خانم تحولت على المستشفى يا آغا، قلت أكيد الموضوع بهمك. ماشي تسلم، رح أعمل كل شي بيلزم لحل هالموضوع. إذا بدك زلمة بندبر واحد، المصاري أوعك تفكر فيها، مفهوم؟ إجا البيطري؟ لا لسه ما إجا. أليف لوين رايحة؟ رايحة على السوق بابا، لازمني شوية أغراض. نبعت لك حدا يجيب لك ياهم. مو مشكلة، بروح لحالي بخاطرك. جان. نعم جدو. يلا تعال رح نشوف المهر الجديد. يا سلام اجي. اهلا وسهلا يا اغا. اهلا فيكي. يسلموا. صحة وهنا. معافاي. شكرا. كيف صرتي؟ احسن. هدول جبتون لك؟ كتير حلوي. بالله هاي تاني مرة بحياتي بحمل باقة ورد. مرة بالابتدائي بعشرة تشرين الثاني حطيت باقة ورد على نصب أتاتورك، وهي تاني مرة. مع الأسف لسه ما انعمل النصب تبعي. أحسن شي تاخذيهم. نحن منضل أغوات وما بيلبق لنا نحمل الورد. أصلاً مانك ناجح فيها، حاملهم مثل العصاية. ما بعرف من وين بدي ابدأ بالحكي شمس. بدي اشكرك وطبعا بدي اعتذر منك. تعتذر على شو؟ لاني استخفيت فيك كتير، وقفتي معي وساعدتيني كتير،
بس أنا ما قدرتك وبالأخير تغوصتي مشاني. تعرف حقي، في بعض اللحظات وبعض الكلمات، الكلمات اللي بيصعب علينا نحكيها، هدول بيكفوا ليضمدوا كل الجروح. معافية إن شاء الله. معافية. يلا يا ابني يلا قول لشوف. ليش هيك شكله جده؟ ما في شي جده، ولدان جديد. عم نطعميه عمو. ألو نعم. هذا أنا رجاء أغا. مصطفى، عم بحكي من المستشفى. في مراقبة كتير، يعني على الباب وبالكريدور وبكل مطرح، في شرطة وحراسة ودرك. خليك عم تراقب، لا تلفت نظر إلا ما نلاقي شي طريقة. على راسي أغا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ما بتقول تفضل؟ اي طبعا ولو. عندي جوز كلام حقي بقولونه بمشي من سنين، ونحن جايبين لحالنا البلا والمصايب. حقي مصايب كتيرة ما بتنعد، وأول الشهامة. شو بتشرب أغا؟ أوصنا وتأوصنا كرمال الشهامة، ونأزينا وحطينا ملح على جرحنا، وكل المصايب اللي صارت معنا كرمال الشهامة. وغلطنا وقلنا الشهم ما بيرجع بكلمته، كرمال الشهامة. طز وألف طز بهيك شهامة. واضح انك عم تاكل اصابعك ندم. يمكن تقول معقول هي هي اخرته لحقي اغا؟ بصير حقي، بصير وبصير كتير كمان. بس الشهم مو هو اللي بوقع لما بينضرب، هو اللي بيوقف على رجليه وبيكمل حياته بكل نظافة. عم تفهم علي؟ مع هيك انت محظوظ وربك بيحبك، ما ابتلاك غير ببلوة الشهامة. بس شوفني أنا، الله يصبرني على اللي صار. أنا ابتليت ببلوة الشرف عقد مانا كبيرة. إذا كل مية الفرات بتمر من فوقها ما بتنمحى ليوم القيامة. هذا كل شي عندي. خلي راسك مرفوعة طول، ما إلي شي عندك أبدا. أنا غلطت بحقك كتير، أنا آسف. بتمنى تسامحني رجاء أغا.
عاد عليها الطلق. رح نفوت على غرفة العمليات. ماشي. هدي حالك شوي، شدي حالك، هلا بتخلص. افتحوا الطريق. مراد وينه بابا؟ قاعد هنيك. ها بابا، مصطفى على الخط. شو عم تعمل انت؟ الو، عم قصقص هدول. احكي مصطفى. جه الطلق يا اغا، واخدوها على ولادي. شوفي خير بابا. شوفي، نجاها الطلق واخدوها على غرفة العمليات. هاي ولادي مبكرة، ولي ان شاء الله ما يصير عليها شيء، معناتها الولد رح يضل فترة بالحاضنة. ان شاء الله ما بيصير لها شيء بالمرة. يا رب احمي روحها، بعدين عجل باخذ روحي يا رب. فوت يا رقيب أول. في تطورات جديدة بخصوص زليخة سيدي. افوت عود. وشو هي هالتطورات؟ مجلس العشيرة اجتمع ببيت رجاء أغا سيدي من يومين. اتأخروا كتير. واضح شو اللي حكوه. رح يقتلوا زليخة بأقرب فرصة بتصح لهم. ابني، اطلب لي رئيس المخفر. رئيس المخفر حمدي، تفضل. ملازم أول علي. أهلين سيادة الملازم. مرحبا حمدي. زليخة بترجع آغا بالمشفى تحت المراقبة. وصلتنا أخبار، ممكن يقتلوها بأي لحظة، انتبهوا. حسبنا هالحساب، لا تشغل بالك، أخذنا احتياطاتنا. وزليخة لا تستقل فيها، أكيد رح تحاول تهرب. مستحيل تهرب، ما عم نتركها. عفوا بس كأنك مكبر الموضوع. أنا إلي سنة بتعامل مع هالمرة صبح ومساء، حتى روحها بعرفها. هالمرة خطيرة كتير، واللي علي عملته. ماشي معلم، لا تزعل. شكرا لأنك نبهتنا، راح ناخد احتياطنا. مع السلامة. مو عرفان مع مين عم يتعامل. جاكي ولد وصحته منيحة كمان. خراب زمان. ايه ماشي، فهمت، شكرا لك. مين اتصل ليلى؟ هاي بنت عمته لمهند، ممرضة بالمشفى. ايه زليخة ولدت. جيمو آغا إجا صبي. ألف مبروك جيمو، هاي إجاك صبي. جيمو، جيمو ما سمعتني؟ قلت لك صبي. صبي منيح، بس كل ما تذكرت أمه. شوف جيمو، طول عمره الزواج اسم النصيب، لا بيزيد ولا بينقص، بس الأبوة والأمومة بتدوم للقبر. جيمو بتدوم للموت. يلا يلا امشي على المشفى. ماما زينو، خلينا نروح وخليني اشوف هالنمر الصغير ابنك. يلا ابني، يلا قوم، يلا.
ألف مبروك. تسلم. مبروك إن شاء الله. تسلم. ألف مبروك ماما زينو. الصبي مثل فلقة القمر. 3 كيلو و600 جرام. يربى بعز أمه وأبوه. الولد فوق فيكن تشوفوا. يا ممرضة، الكيلو قديش وزن الولد؟ 3 كيلو و600 جرام. ليكون في غلط بالموضوع لأنه ولادي مبكرة. بس الولد ابن 9 شهور. وين دكتورة؟ بغرفتها. ماما زينو، أكيد في غلط. نحن قديش لنا متزوجين؟ ليكونوا غلطانين بالولد ماما زينو. يعني بصير هيك أحيانا. هلأ منفهم كل شيء. خليك هون. ست زينو، أهلا وسهلا، تفضلي. ما أني جاي لهون لحتى أقعد. زليخة كم شهر حبلت بالولد؟ خير ليش شوفي؟ الولد، عم قلك الولد. الولد اللي ولدتيه ابن كم شهر. ست زينو، ممكن تهدي شوي؟ انت ما لك علاقة بالموضوع، لا تفهمي غلط. جاوبيني، ابن زليخة كم شهر؟ 9 شهور، ولادة طبيعية. أكيد ما في غلط، ما هيك دكتورة؟ ما نولد تاني؟ مو زليخة تاني؟ زليخة بنت رجاء آغا، ما هيك؟ تحبي تحطيه بحضنك؟ لا، خليه محله. ماما زينو، احكي شي. ماما زينو، احكي اي شي، قولي انه في غلط. طلعت الخيانة أكبر ما متوقع جيمو. زودتها كتير جيمو. طلعت مو أنت أبو الولد يا جيمو. مستحيل مستحيل. زليخة، جيمو جيمو جيمو. زليخة زليخة جيمو. وقف شوي، هدي حالك. هذا مسبح حكومي. اجعله ورا، اجعله ورا. جيمو وقف. بنتي موتة. اجعله ورا. خليك على البرك يا زليخة. اجعله ورا. جيمو، هدي حالك. وقف وقف. نحن شباب، نحن مهلك. لك اتركوني. جيمو، اجعله ورا شباب. جيمو، اجعله ورا. شيلوا الشباب. يلا امشي. ست زينو، رجاء هدي. خلص خلص، استنى. امشي سكوت. خلاص اجو. جيمو آغا، الآغا طالع حكمه ببنت من زمان، ما حدا فيه خلصها. لا توسخ ايديك بالدمع الفاضي، لا تروح شبابك. يلا جيمو، اركب لي نمشي. بابا اعطيني كمان انا الطابع. الو، احكي شو في؟ اخبار سيئه يا اغا. احكي بسرعه. بنتك ولدت اغا. وشو السيء بهالحكي؟ 9 شهور. شو؟ الست زينو كانت هون، وجيمو كمان، وعرفوا انه ابن زليخه مو منه، وجن جنونه، وبالزور لقدروا يهدوه. Thank you.
شوفي صاير شي؟ بابا اتصلي بالاسعاف، لكو التليفون. بابا جدو بابا جدو حكي بابا رد علي. طلع ان شاء الله برا جان، طلع برا يلا جان 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 حبيبي تعال معي يلا تعال معي. الو بالاسعاف؟ انتوا لو سمحتوا انتظروا هون. بابا عم يموت يا الف، بابا عم يموت حبيبي، عم يموت حبيبي يا الف حبيبي حبيبي. لازم ترضعيه بقى، صار لازم يتعرف على حليب امه. امانه 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 اشرب هي بتهديك شوي. بس انا ما بدي اهدى. عم اقول لك اشربها. جيمو جيمو شد حالك ابني. جيمو جيمو قوم يلا. جيمو لا تعمل بحالك هيك. Kabustu geçti. Öyle düşün Cemo. Cemo, günaydın canım. Neler oldu? Ne dedin? Ne oldu dün gece? Harika şeyler oldu canım. Harika. الكابوس انتو اللي سببتوا لي اياه، انتو اللي عيشتوني اياه بالقوه. اذا انتهى او اذا ما انتهى اكلت اللي فيه النصيب. طلع فيني، لا تنبش لي جروحي. انا ما مديت ايدي على الزيخة ماما زينو، ما فتت عندها حتى. طيب ما دامو هيك ليش سكتت؟ ليش ليش ما حكيت من الاول؟ زليخة شيطانه ماما زينو، ضحكت علي. حرضوا القلب. شو دكتور؟ ما في نبض وما عم ياخذ نفس، اعطيني جهاز الانعاش. حرضوا القلب فورا، حرضوا القلب فورا. بتعرفي اذا بيصير له شيء لابي. مراد انت عم بتخوفني. اوعك تحاولي تمنعيني. لا تحكي هيك مراد. أنا بحكي يلي بدي إياه، ما رح خلي هالواطي لحدا يا ألف، بقبرها بإيدي. ليك أبوك رح يعيش، هو كتير قوي وأنت قوي، لازم تتحمل مراد من شانه. المريض جاهز. حاضر جهاز الصدمة الكهربائية. من قديش من بدها دكتور؟ من المية بلش. ماشي مية، أنت جاهزة؟ جاهزة. ريديورم شوت. ما تحرك. هاي استطاعة أكثر. جاهز. يلا عطيه.
لهلا ما تحرك، رفع الاستطاعة. أكيد هالمرة رح يتحرك، جاهزة حالك. يلا. جاهزة. أعطيه. بلش النبض، يلا أعطيه منشط يا ممرضة وخليهم 80 غرام. 80 جرام منشط أعطيته. أعطيه فوقهم كمان حقنتين بيكربونات. جربوا مرة ثانية. ايه النبض صار احسن. تجاوب مع الضوء ممتاز. Evet. Kan akmasın. İnsanlar ölmesin. Ortalığı kırıp dökmeyelim. Hepsi tamam. Ama ben Birleşmiş Milletler gözlemcisi değilim ki Elif. Sonuçta bu toprakların insanıyım. Ve şu anın oğluyum. Ve Allah kahretsin o alçağın abisiyim. قلبي محروق، عم تفهميني؟ محروق كل هالوطاوة وهالغدر يلي عندي قتلني. كل هالشي اللي قلت لك يا وما بحق لي عصب يا روحي. انت طبعا بحق لك وبحق لك كتير كمان. الوضع متأزم كتير، هالوضع ما عم يخلينا نقوم بواجبنا. في مرضى تانيين لازم نهتم فيهم. لا تقلقوا انتم، اخذنا احتياطات. ماشي شكرا. خلوا رجال الاغا بعاد عن المبنى. ما بدي اي تماس بين مكان وجوده والطابق اللي موجوده في زليخه. امرك سيدي. انت تعا معي وانت خليك هون. امرك سيدي. بكفي هيك، هاتي عنك. حلو الشعور ما هيك؟ بلى، كان ممكن عيشه بمتعة. بس زليخة خانوم، يمكن غلط اني خبرك، بس كيف ما كان رح تسمعي؟ خير شو صار؟ ابوكي. ابي انا؟ جت أزمة قلبية، هلأ هو بالمستشفى. شو؟ دكتور؟ دكتور كيفه بابا؟ دكتور طمنا. هلا رجع له النبض بس وضعه حرج. شو قصدك؟ ممكن نفقده بأي لحظة. رحنا لحتى نشوف ابن جيمو. شوف شو طلع لنا. هذا العار ما بينمحي بطلاق زليخة. كيف بدي اطلع بوجوه العالم؟ كله رح يفكروني غبي. جيمو هذا ما اسمه غباء، عم تفهم؟ هي رجولة. هيك بتكون الرجولة؟ انت رجال ولا كل الرجال جيمو؟ انت حبيتها لابك وحافظت على حبك لها. لو انك قلت هي حلالي وقربت عليها كانت بينت الرزالة من يوم الدخلة. أكيد وقتها ما كان حدا قلك غبي، بس كنت خسرت كثير من رجولتك، عم تفهم؟ لك أنا كيف فكرت حامل مني؟ كل الحق علي من كثر ما كنت سكران. بالله بيقولوا الشرب أبو كل المساوئ الموجودة بالدنيا. مظبوط؟ إذا ما كنت منتبه بتروح عليك. يا حبيبي ليلتها شربنا سوا. جيمو لا تقول عمي شربني وتعملني سبب كل المصايب اللي طبت عليك. يعني اذا بتتذكر نحن على طول منشرب مع بعض. اذا بعد كل مره منشرب منصير اب. كانت عشيره البوياطلي غلبت الصين بالعدد، ما هيك؟ ايه اسمعني منيح، الليلة ما في حوالينا حتى انتاية بعوض. شو يعني هالحكي؟ فينا نشرب مثل الأسود وما علينا خطر. ألو ليلى، ممكن تعطيني ماما زينو؟
ثانية واحدة. يا خانو 6000. أيوة ماما زينة. ألف ألف بنتي شو القصة؟ شوفي لا تقلقي من اللي رح أقوله هلأ. بابا إجته أزمة قلبية، نحن بمشفى حران الجامعي. شو؟ جاي فورا. ماما زينو أليف مراد كيفك؟ أهلين ماما. سلامته أخت أليف. تسلم تسلم حقي. سلامته. شكرا حقي تسلم. راح نزيد كمية العلاج، زيدوا المميع، ضغط المريض بلش ينخفض. كمان جهزي لي جرعة أدرينالين، زيد الجرعة. قديش الضغط؟ 5/9. أدرينالين جاهز يا ممرضة؟ أعطيني الأدرينالين. الأدرينالين خف النبض. نبض عم ينخفض. نعطيه تحريض بالإيدين. بلش إذا بتريد. نعطيه بياتروبين. يا ممرضة بدي اياك تبلشي كل ساعة موتيهالين 1000 وخليكي عم تعطيه من جرعات الدوبامين. عم يتجاوب مع الضوء منيح والضغط عم يرتفع. بعدي لي لو سمحتي. شو عم يصير؟ ليش هدول عم يركضوا؟ ما حدا عم يحكي شيء. دكتور. نعم. كيفه بابا؟ رجاء قل لي الصراحة، من حقي أعرف. هلا صار أحسن سيد مراد، سيطرنا على الوضع، لا تقلق. الحمد لله. ما حدا بيعرفه لرجاء آغا قدي أنا. سمعتني يا مراد، عم قلك إلك حتى أنت ما بتعرف رجاء آغا مثل ما أنا بعرفه. راسه أي بس من الصخر. طالما قلو حساب بهالدنيا ما خلصوا ما رح يروح. يلا شدوا حيلكم بقى. كله منا منا. كل شي صار فينا بسبب هاي الواطية زليخة. كل شي بسببها. ما عم تشرب قهوة؟ مو جاي على بالي. يلا تعا معي منشرب. أختي؟ أخت أليف؟ يلا 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 مراد. يلا مراد. مراد ممنوع تفوت. بدي إلا شغلة وامشي. مراد لوين؟ سيد مراد. مراد 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 شوي. مراد مراد ما بيصير. ما رح تقتلي بابا. سمعتيني سليخة؟ ما رح تقتلي ابدا. مراد امشي معي. ما رح خليك تقتلي. سمعتيني يا واطية؟ بابا رح يعيش. شكرا فيكي رح يعيش. اتركوني. عم تسمعيني ولا ايه؟ اتركوني بقى. اتركوني. ما رح خليكي تقتلي. ما رح خليكي. اذا بتريد يلا ما رح خليكي تقتلي. يلا والا بنضطر نستخدم. اتركوني بعد عني بقى. خلص يلا لشوف. مراد ابني هدي حالك. ايه خلص ليكنا رايحين. الزلمه محروق قلبه. رضعتي الولد شي؟ لا هلا بدي رضعه. في شي خبر عن بابا؟
بالعناية المشددة. طيب بتقدري تعرفي لي قديش بده يضل هنيك؟ طيب رح أسألك الدكتور. Yeah.